الحمد لله رب العالمين، علمنا كلمة الحمد، وجعل أعظم ما في الحمد أن يحمد المرء الله على نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله الذي جعل النعمة، وأفضل ما في النعمة شكر النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ربانية نورانية تسري في أجسادنا فتنير العقول وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتسمو بالأرواح وتشفي البدن من كل داء وسقم. صلى عليك الله يا علم الهدى الذي قال فيك المولى عز وجل وإنك على خلق عظيم، والذي قال فيك المولى عز وجل ورفعنا لك ذكرك. صلى عليك الله يا علم الهدى الواصل بخالقه وبارئه ومقدره والموصول والموصل، فليس الذي نوه له بالوصل كالذي أوصلوه في المستهل. لا ولا الذي أوصلوه في المستهل كالذي أجلسوه معهم في المحل. لا ولا الذي أجلسوه معهم في المحل كالذي صارروه فهو للسر محل. لا ولا الذي صارروه فهو للسر محل كالذي هو إياهم فدع عنك الجدل. اللهم اجعلنا من إياهم أولياؤك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، والذين تبت عليهم فتابوا. إن لأيام ربكم نفحات فتعرضوا إليها، ونحن نستقبل نفحات مباركة طيبة، ومن حسن الطالع أن يأتي مولد مولانا فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي هذا العام في رحاب مولد السيدة الطاهرة زينب، ومن حسن الطالع أن يأتي في رحاب ليلة الإسراء والمعراج. وما أدراك ما ليلة الإسراء والمعراج؟ والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. إن هذه الآية الكريمة أعظم ما في علمها المكنون أنها آية التوحيد، تدرك من خلالها حينما تقرأها معاني الربوبية، وحينما تغوص فيها تتعلق بمعاني الألوهية، وحينما ترتقي فيها تصل إلى الذات العلية. هذه سورة النجم، سورة النجم التي علمتنا أن سيدنا رسول الله اصطفاه ربه، فلما طلب موسى عليه السلام من ربه ربي أرني أنظر إليك وهو الطالب، وهناك فرق بين الطالب والمطلوب، فإذا كان سيدنا موسى رسول ونبي ومن أولي العزم فطلب أن ينظر إلى ربه، فقال انظر إلى الجبل فإن رأيته مستقرا في مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربك على الجبل جعله دكا. الله،
أما سيدنا رسول الله فاصطفاه ربه في ليلة الإسراء والمعراج وطلبه إليه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وسورة الإسراء على طولها وعلى عرضها وعلى مفرداتها وكلماتها وعلى معانيها هي أطول سورة في القرآن تكلمت عن بني إسرائيل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. وقفنا كثيرا أمام أكثر نفيرا. أتدرون ما النفير؟ هو الإعلام. وسبحان الله أن إسرائيل هي كما هي ملكت بنواصيها الإعلام العالمي كله، حتى أن أمريكا بصفة عامة ونيويورك بصفة خاصة 5 مليون يهودي هم الذين يملكون كل إعلام العالم تقريبا وكل اقتصاديات العالم، وعائلة واحدة عائلة روتشايلد تملك 50% من اقتصاد العالم، وهي العائلة التي أوجدت وعد بلفور، وهي عائلة يهودية من ألمانيا الأصل والمنبع. نعود إلى سورة النجم ونعود إلى الربوبية. والربوبية هي مرحلة التربية، افعل ولا تفعل. والألوهية هي مرحلة الإيمان، والذات العلية هي مرحلة الاتصال والوصل بخالقك وبارئك. ولذلك كان قاب قوسين أو أدنى، هكذا هو القوس، فالأدنى هي الدائرة، أي أن التقى الطالب بالمطلوب. ولما سئل سيدنا رسول الله بعد أن نزل من المعراج كيف كنت قريبا من ربك، قال كنت قريبا من ربي قرب أخي يونس في بطن الحوت، صلى عليك الله يا علم الهدى. حتى يتعلم الإنسان ويتعلم الخلق حقيقة المخلوق. الذات العلية التقت بالذات المحمدية، القبص النوراني المحمدي التقى بالقبص النوراني ذات الذات العلية، فالتقت الذات بالذات، لأن رب العزة جل شأنه ليس له مكان وليس له زمان، هو قديم الإحسان، لا شيء قبله ولا شيء بعده. فحينما ننظر إلى سورة النجم تجلت فيها معاني التوحيد، ذكرت الألوهية وارتقت بالإنسان إلى الذات العلية. أردت بهذه الاستهلالة أن أقول إن للزمان بركة وإن للمكان بركة وإن للإنسان بركة، وحينما تلتقي بركة الزمان ببركة الإنسان ببركة المكان يستجاب الدعاء. كل إنسان له أسوة، والقيادة دائما قدوة، والجالسين في هذه الليلة المباركة كلهم التمسوا من رسول الله في قدوة كانت على نهج سيدنا رسول الله وتسير على قدم سيدنا رسول الله، نحسبه كذلك وهو في عالم الحق الآن، هو مولانا فضيلة الإمام الشيخ الشعراوي. اللهم إني أشهد أن هذا الرجل الصالح قد أثر فينا وشكل الكثير في ملامح شخصيتنا ورزقنا طريق الهداية وأنار لنا طريق الصلاح. هو في عالم الحق الآن،
ولعلي أشعر أن روحه الطيبة الكريمة الصالحة بيننا. وأنا أقسم لكم أن الفرق بين الصالحين والصالحين أن هناك من الصالحين من يختار المكان ويختار الزمان ويختار العدد الذي يشاء لكي يزور من يشاء وهو في عالمه في عالم البرزخ، وهذا جزء من العلم المكنون لا ينبغي أن نطرحه على العامة، لكن عالم البرزخ عالم يعيش فيه أهل البرزخ مثلما نعيش في عالمنا، لكنه له قوانين وله قواعده، ولا نريد أن نغوص في هذا العلم لأنه علم الخاصة والعلم المكنون الذي لا يذاع إلا للخاصة أيضا. ولا أدعي أننا أصحاب هذا العلم ولا شيء، لكننا نقول أن الشيخ يستطيع أن يذهب كيفما يشاء لمن يشاء في الوقت الذي يشاء بالعدد الذي يشاء. هذا هو سمة الولي، وأقر وأعترف أنني كنت أتعامل مع هذا الرجل الصالح وكان وليا، وكان له من الكرامات الكثيرة، كان لا يظهرها على أحد، وكان لا يتكلم في مسائل خارج النواميس إطلاقا، وكان يقول دائما وأخذت عنه ترك الأسباب تنطع مع الله، والفتنة بالأسباب شرك بالله. فبين عدم الفتنة بالأسباب وبين عدم تنطع وعدم ترك الأسباب، كيف يحقق الإنسان حلقات الاتزان في داخله وفي ذاته؟ سمعنا منه الكثير وسمعنا عنه الكثير ورأينا فيه الكثير. وقيمة الولي الصالح أنه لا يورث فقط لأبنائه الصلاح، لكنه يورث الصلاح لأبنائه ومريديه ومحبيه، ونفحات تظل تهيمن وتفيض من فائض محبته لسيدنا رسول الله. كان محبا وكان يستأذن في كل عمل يعمل، والله في رحلات مشتركة، وكثير من الجالسين يعلمه هذا الكلام أكثر مني، في رحلات مشتركة كنا ننوي فيقول لا نتحرك قبل أن نستأذن. من من يا سيدي؟ احنا قاعدين، احنا كلنا نستأذن منك، لكنه كان يستأذن من سيدنا رسول الله. وهذه حقيقة شرعية، لأن سيدنا رسول الله يجلس بين أصحابه وقال اشتقت لأحبابي، قالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال بلى أنتم أصحابي، أحبابي من آمنوا بي ولم يروني وصدقوني. وإذا كان بين أصحاب قد نزلت الآية الكريمة ولو إذ ظلموا أنفسهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. إذا كان هذا للأصحاب فما بالكم بالأحباب؟ الأحباب أعطاهم ميزة صلى الله عليه وسلم، أعطاهم ميزة أن من يصلي على سيدنا رسول الله سخر له ملائكة يصلون عليه ويدعون له. وفي الحديث الشريف يقول لولا أنكم سألتموني ما كنت أجبت لكم. في العلم المكنون يسخر الله ملكين إلى من يصلي عليه، يصلون عليه ويدعون له، والمولى عز وجل يؤمن على دعاء الملائكة. هذا مكانة المحبين الذين لم يدركوا سيدنا رسول الله، ولكن حينما تصلي على سيدنا رسول الله تستطيع أن تستحضر سيدنا رسول الله، واستحضارك لسيدنا رسول الله يعتمد على معينك، معينك أنت بإخلاصك. إذا استحضرت سيدنا رسول الله فمنكم من يرى رسول الله في منامه، ومنكم من يشم رائحة سيدنا رسول الله الرائحة العطرة، ومنكم من يرى رسول الله بين النوم واليقظة،
ومنكم من يراه جهرا. هذه حقائق لا نريد أن نطرحها بالشكل الذي يطرح، لكنها أحوال الصالحين. ومن أعظم أنواع الرزق أن ترزق بجوار الصالحين، ولقد رزقنا الله بجوار مولانا الشيخ الشعراوي أكثر من 12 عام. كنا في الجوار، كنا في المعية، ورزقنا المولى عز وجل بجوار الشيخ محمد رضوان وآل رضوان، وكنا في الجوار وكنا في المعية، ورزقنا المولى عز وجل بجوار أستاذنا الدكتور حسن عباس زكي، ونحسبهم جميعا من الصالحين، وكلهم من رسول الله ملتمس، لم نرى منهم بدعة قط، ولو نرى منهم إلا ما أمر الله جل في علاه. فإذا كان الذكرى الجميلة والعطرة لمولانا الشيخ الشعراوي، فتسمحوا لي أن أرحب بأخي وحبيبي الشيخ أحمد الشعراوي ابن الشيخ محمد متولي الشعراوي. وحينما أرحب بأحمد فلا بد أن أنا أرحب بالشيخة صالحة. الشيخة صالحة يعني حينما شرفتنا اليوم فهذا شرف كبير، لأنها ذرية صالحة بعضها من بعض. والشيخة فاطمة والشيخة صالحة هي أمينة وهي صالحة، ولكل إنسان حظ من اسمه كما علمونا، وهذا فيهم الصلاح وفيهم الأمانة. وكان الشيخ متولي الشعراوي كان ينده بأمين في البلد وفي القرية التي تربى فيها. علمنا أشياء كثيرة في السلوكيات، وكان تعليمه لنا ليس بالوعظ والإرشاد بقدر ما كان بالسلوك والأسوة. هكذا اليوم في هذا الليلة المباركة يعني ندعو له دعاء أن يسكنه الله فسيح جناته بجوار الحبيب المصطفى، وأن يلحقنا بهم إن شاء الله سالمين آمنين، وأن يقينا شر الفتن، وأن يقي هذه الأمة شر الفتن. وأنا أردد ما كان يقوله مولانا الشيخ الشعراوي حينما سألوا أخونا محمد بدر اللي هو محمد بدر في الثمانينات، كان قلقان شوية اللي هو محمد بدر على مصر وهي تمر بظروف صعبة، وأنا حسيب محمد بدر يقول ماذا قال له الشيخ حينما سألوا عن مصر. مصر ذكرت 5 مرات صراحة بالميم والصاد والره في القرآن، وذكرت 19 مرة مكنية. ما هذا؟ مكة على قدرها لم تذكر إلا 2 وهي مهبط الوحي، مرة بمكة ومرة ببكة. والمدينة على عظمة ساكنها سيدنا رسول الله لم تذكر إلا 2، مرة المدينة ومرة يثرب. لكن مصر ذكرت 5 مرات صراحة ميم صدره، وذكرت 19 مرة بالاستعارة. ما هذا؟ هذه بلد آمنة مطمئنة نطمن أهلها، لأن الحفظ فيها من المولى عز وجل. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذه هي مصر التي نعيش فيها وتعيش فينا، هذه هي مصر التي نحبها، هذه هي مصر أولياء الله الصالحين، هذه هي مصر آل البيت أجمعين. من عاش في هذه الأرض الطيبة المباركة والله إنها أمة يتعبد فيها ويتعبد بها. هذه هي مصر، مصونة إن شاء الله ومحروسة بإذن الله. هذه الاستهلالة الطيبة، فما بالكم إذا كان هذا ونحن نتكلم في السيرة العطرة لمولانا الشيخ الشعراوي في ذكرى مولده، ما بالكم ونحن نتكلم في السيرة العطرة لسيرة الإسراء والمعراج حينما التقى الذات العلية التقت بالذات المحمدية. هذا التكريم وهذا التعظيم، ما بالكم
حينما نتقل عن آل البيت ونحن نحتفل اليوم بمولد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. إن لأيام ربكم نفحات فتعرضوا إليها. لكن قبل أن أختم، كيف يتعرض المرء للنفحة ليستفيد منها ويأخذ في المعين؟ بقدر معينك تنزل عليك الرحمات، وبقدر إخلاصك تزيد النفحات، وبقدر وصلك مع خالقك وبارئك تزيد عليك البركات. فكل منا يجهز معينه، فإنها ليلة استغفار وليلة مباركة وليلة كما قال سيدنا رسول الله: إن لأيام ربكم نفحات فتعرضوا إليها. لكن يظل الشيخ، والله وأقسم بالله يظل الشيخ معنا لا يغيب عنا، ووجوده حاضرا بيننا ونستشعر به ونطمئن عليه وعلى يعني حاله في برزخه. هذا من فضل الله علينا جميعا أن يطمئن أننا على الطريق سائرون، لأن مشايخنا هم المشرب وهم من شربنا منهم هذا النهج بفضل الله. وعلى فكرة من أسباب قوة العلاقة بيني وبين مشايخ سينا وبين العواقل في سينا ليس فقط الدور الذي نقوم به من تنمية ولا الدور الاجتماعي اللي احنا بنقوم به، كان واحد من الأسباب الرئيسية فضيلة مولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي. كل اللي قاعدين تقريبا كان لهم علاقة وصلة بالشيخ عم الشيخ فتح الله سيادة اللواء، وكلهم كانوا مع الشيخ قطط صيام عودوا جنبه، وكنا نقعد ونتعلم ونشوف. والله إنها أيام جميلة. وأقول لكم وأنا أختم كلامي: لو أن كل أموالنا وكل أولادنا وكل ما نملك في حياتنا قيمت بساعة في جوار الشيخ لاخترنا الساعة. أنا يعني برحب بيكم كلكم، وفي رحاب هذه الليلة المباركة الطيبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في الميزان. لا نريد بها لا سمعة ولا نريد بها وجاهة، لكننا نريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. حبيت أعزم الليلة دي واحدة من محبين الشيخ ما حدش يعرفها، ست فقيرة إلى الله، لكن الناس عرفتها من سر أخلاقها، وعندها نوع من الإثارة والتضحية غريبة وقناعة غريبة. هذه السيدة الفاضلة اسمها الحاجة إلهام، قاعدة هناك هي. حاجة إلهام دي عندها بقالها 40 سنة، حاجة 40 سنة قاعدة جنب الجامعة كلية الآداب جامعة القاهرة بكتب الشيخ الشعراوي. بس بتحب الشيخ وبتعشقه، بتبيع ايه؟ بتبيع كتبه. وانا قبل ما حد يتكلم فينا انا اروح الحاجة لام اديها الميكروفون نسمع منها، عشان من كلنا ممكن تكون شهاداتنا احنا، لكن هذه امرأة من المجتمع كافحت على ابنائها وعلى احفادها وعملت قصة كفاح اقسم لكم تدرس لنساء العالمين. هذه امرأة بأمة كاملة، الحاجة إلهام دي. فأنا هديها الأول الميكروفون هي تتكلم على الشيخ، وبعدين ننتقل بعد كده إلى إيه؟ إلى الصالون بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايزة أعلن الشكر للدكتور حسن اللي بيخلي سيدة فقيرة زيي لا يعني تملك أي شيء وقاعدة على الرصيف بتبيع كتب، ويخليها تتقابل مع وجهاء المجتمع وناس ما شاء الله ربنا يبارك لنا فيهم. فأنا إنسان عاجز عن الشكر ليه وعلى اللي هو بيعمله معايا ده كله، لكن ما بقدرش أرده له، لكن بردهوله في الدعاء كما علمني
الشيخ رحمه الله عليه، لان مش كل حاجه بتترد بالمال او بالجميل او لا، في دعاء بيبقى ابرق مهما تردي، الدعاء هو ابرق شيء ليك. فانا بحب الشيخ الشعراوي حب. اقول لكم ايه؟ علمني عزه النفس. لما طلعت مع استاذ معتز الدمرداش الناس كانوا فاكريني طالعه على الهوا الم تبرعات. لا، رفضت التبرعات كلها اللي جاتني على الهوا، وقلت له كده بالنص يا استاذ معتز انا لا طالعه اتسول ولا طالعه الم تبرعات. تعلمت عزه النفس دي من مين؟ من سيدنا الشيخ محمد بن طل الشعراوي رضي الله عليه. علمني عزه النفس، علمني العفاف، علمني ان انا اشتغل واجتهد واسيب الباقي على الله. ربنا قال ايه؟ انا اعمل اللي عليا، وانا ده اللي عملته، بفرس بالكتب واقول له انا فرست وعملت اللي عليا، باقي عليه. ومفيش مره ردني خائبه ابدا. اقسم لكم بالله ست اطفال من اعدادي لاخر حاجه الهام الصغيره اللي ان شاء الله اشوف فيها حلم عمري، هم كلهم ان شاء الله باذنك يا رب، وانا امل في ربنا كبير، اخرجهم من جامعه القاهره ان شاء الله دكاتره ومهندسين تفخر بيهم بلدهم قبل ما انا افخر بيهم. واخر حاجه الهام الصغيره عندها 5 سنين كنت بتمنى ان انا ابقى دكتوره فقه، بس اهلي كانوا ناس فقراء وما قدروش يخلوني اكمل، واكتفوا لغايه الدبلوم وقعدوني وجوزوني، وبشوف اشوف حلم عمري ان شاء الله، فحفدت بامر الله. فالشيخ الشعراوي اللي انا فيه ده كله من حب ليه. كنت اقعد انقزله كده قدام التلفزيون، كنت امي تنده عليا ما بسمعهاش، اقسم لكم بالله زي ما بقول لكم كده. انا كنت بقرا الفاتحه زي اي واحده بتقرا الفاتحه، بقرا الفاتحه. قعدت مره قدامه، كان ده اول طريقي الى الله، وكان الشيخ محمد بتولي الشعراوي، كنا في رمضان وصايمين، وجبت قبل الفطار كان هو اللي شغال وبيفسر الفاتحه، وما ادراك على اللي جرالي. والله واقسم بالله انا ما كنت سامعه، يعني مش سامعه كلام هو بيقول، انا كنت عايشه معاه. خدني الى الله كده في رحله، خلاني غسلني، حسيت ان انا انسانه تانيه، حول حياتي من دنيا لدنيا تانيه. وعليها بعد جوزي، اقسم لكم بالله اللي بقوله لكم ده حقيقه، كل اللي انا فيه متعلماه من فضيله الشيخ ومن حب ليه، وكل كلمه علمهاني بعمل بيها وبلاقيها صدق وبلاقيها. انا وانا نايمه بالليل على الرصيف عشان انا بيت بعيد ما بقدرش اروح، وساعات كتبي بتسرق فبحمي كتبي بنام جنبيها عشان بفرش الساعة 6 وبشطب الساعة 10، بشتغل 16 ساعة عشان أقدر أكفي عائلتي، ما خلاش تحتاج لحاجة، أقدر أكفيهم حاجتهم. بشتغل 16 ساعة وبيتي بعيد ما بقدرش أروح، فبضطر إن أنا بكع الرصيف. أجي بالليل وأنا نايمة كده زي ما هو كان بناجيه، تقولوا بقى عليا مجنونة، تقولوا كبرت السن، تقولوا بخرف، بس والله يا اخوانا بيسمعني وانا بنجيب ويرد عليا. عمري ما طلبت منه شيء وانا ببكي وارفع وشي، هقول له يا رب انت عارف، لا اب ولا اخ ولا زوج ولا ابن ولا حد خالص، وانت اشرفتني واديتني حمل وانا شلته، بس بالله عليك وانا ماليش اله غيرك ومعرفش اله غيرك، انت الهي الوحيد القعد الفرد، اروح لمين غيرك؟ اغثني. اقسم لكم بالله ما بيطلع النهار الا والاقي ظرف فلوس تحت المخدات اللي انا نايمه عليها، ظرف فلوس، عربيه تعدي في اي وقت بالليل وانا نايمه حط لي الظرف. والله اللي بقوله لكم دي حقيقه بتحصل لي اكتر من اللي انا محتاجاه 10 مرات. لو محتاجه 1000 جنيه بلاقي ظرف فيه 10000 جنيه. بالله عليكم انا مش لاقيه حاجه، وحاسه ان صلاتي دي قليله، حاسه ان عبادتي دي قليله. بقول له قول لي كل اسماء ذو الحسنى مش موفياك حقك، قول لي على اسم كده نتيج بيه يا حبيبي تستحق.
مش قادرة أعبدك حسن عبادتك. بناديه بناديه وهو بيقف جنبي، ما بلاقيش غيره بيساعدني، ما بلاقيش غيره بشدتي، ما بلاقيش غيره. يا جدعان ده أنا لما بمرض ما بروحش لدكتور، لما ببرد برفع وشي ليه وعيط له. والله العظيم وجعي بيروح مني، اقسم لكم بالله وجعي بيروح مني. بقالي 40 سنة ما رحتش لدكتور، ما رحتش كشفت لا على سكر ولا على ضغط ولا على أي حاجة. صدقوني اللي بحكي لكم ده حقيقة، ما رحتش كشفت عند دكتور. بالله عليكم يا ناس، معايا رب العباد بيديني ومبسطني ومكفيني، ومد ايدي للعباد واخد منهم. ده اسمه كلام يا مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا حاج الهام. امرأة كانت فراشها الأرض ولحافها السماء 40 عاما. شوف النعمة اللي احنا قاعدين فيها عاملة ازاي. لكن خليني احكي لكم اغرب حكاية حكتها لي الحاجة الهام. ولد من اللي بيشربوا كله، واحدة نايمة حب يتهجم عليها، وهي واحدة ست هو مش شايف ايه وواد مسطول، فرفعت عينيها للسماء كده وقالت له يا رب ده انت سترني العمر ده كله. اللي انا مش متوقعه ان الولد يقع من الرصيف يموت. هبوط حد في الدورة الموية، عربية الاسعاف تشيله وترميه. ايه الوصل بين الانسان وخالقه وبارئه ده؟ حاجة الهام، اولا شرفتينا ونورتينا النهاردة، وانتي البركة بتاعتنا النهاردة الجميلة. نروح بقى لإيه؟ للأسرة الكريمة الطيبة التي رأت كيف فعل الشيخ الصالح والرجل الصالح في ناس مش بس كانوا قاعدين معاه ولا موردين زينا، لا ده مجرد شافته في التلفزيون وهو بيفسر الفاتحة. أنا والله ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال كلها في ميزانه متراكمة بإذن الله. هنروح لأحمد الشعراوي نسمع منه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، الفاتح لما أغلق، شفيع الأمة وكاشف الغمة وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد اللي قاله الدكتور حسن ما نقدرش يقول حاجة. والحقيقة الثانية ان احنا مع الافاضل الموجودين دول المفروض نبقى في مقام الاستماع وليس مقام الكلام. انا عايز اخد من اللي قاله الدكتور حسن، وكل من رسول الله ملتمس، ومش هنقول حاجات كتيرة، انا بس هقول حاجة ازاي رباني الشيخ في هذا الموقف. احنا في وقت من الاوقات في سن 17 سنة، فكان شباب وكان الفكر بتاعنا يعني مشوش، وكان في ظاهرة إلحادية جامدة والشيوعية كانت منتشرة والكلام ده. فإحنا الحقيقة كنا محتارين يعني في أسئلة، وكان الإخوة اللي هم اليساريين وال يعني معتنقين المذهب الشيوعي كانوا مدربين على إنهم يجيبوا لنا أسئلة صعبة ما نقدرش نرد عليها في الوقت ده. زي موضوع مثلا الإنسان مسير ولا مخير، طيب ربنا لما هو كاتب علينا ليه بيحاسبنا، الكلام الكبير ده. فأنا الحقيقة كان الشيخ دايما مسافر، فأنا جيت مرة بقول له يا مولانا أنا عايز حضرتك تدلني على أحد المشايخ اللي تثق فيهم عشان لما يعني لنا سؤال نروح نسأله يعني. فهو بأدبه البسيط كده فقال لي يا ابني كل المشايخ أساتذتنا وأساتذتنا ومشايخنا وكلهم فيهم البركة. قلت له مولانا عايز حضرتك تحدد يعني ما تشيعش الموضوع، أنا عايز رد. قال لي يا ابني أنا لا أزكي على الله أحد، ولكني أعطيك مقياس تطبقه في حياتك وإنت اللي تختار. قلت له طب اتفضل يا مولانا. فتعرض لسيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وقال سئل الإمام سيدنا الإمام علي
يا علي، أعرفت ربك بمحمد أم محمدا بربك؟ فرد الإمام علي وقال إيه؟ لو عرفت ربي بمحمد لكان محمد عندي أصدق من ربي، ولو عرفت محمدا بربي ما احتجت إلى رسول، ولكني عرفت ربي بربي وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. طب يا مولانا ده ليه؟ قال شوف، سيدنا محمد هو من بلغنا عن الله، فأي فهم من غير سيدنا رسول الله يضل الطريق، فكل من رسول الله ملتمس. فانت لما تيجي تشوف عايز تاخد علمك، خد علمك ممن يتأسى بسيدنا رسول الله، فلا تأخذ علمك من متكبر، لأن الكبر عكس العلم. وكان سيدنا رسول الله جله التواضع. ولا تأخذ علمك من بذيء اللسان، لأن سيدنا رسول الله قال بعثت لست شتاما ولا لعاما. ولا تأخذ علمك من بخيل، لأن بخيل العلم بخيل العواطف بخيل اليد. ولا تأخذ علمك من متجهم الوجه، لأن سيدنا رسول الله كان جل وسعه الابتسامة. طبق الكلام ده كله وخد علمك من أي حد تاني. فدي كان درس اتعلمناه وطبقته في حياتي العملية. وأنا أدعو الناس برضو النهاردة إنها تطبق هذا المثل، لأن النهاردة هي مشكلة الدعوة هنا النهاردة إن كل إنسان بيتكلم، فإحنا عايزين ننتقي ممن نتعلم منه. ولا يسعني إلا أن أشكر الدكتور حسن راتب أخويا وابن الشيخ، شكرا جزيلا وجزاك الله عنا كل خير، وبارك الله فيك وخلفه عليك بالحلال في المال والأهل والولد، وبارك لنا فيك وبك ومنك وعليك إن شاء الله. شكرا. أحمد الشعراوي إنسان جميل دامس الخلق طيب القلب. في يوم رحت متأخر على الفطار، فالشيخ راح مزعق لي، أنت مش عارف إن أنا باخد دواء، جاي متأخر ليه؟ ده أنا يا مولانا حبايبك كتير يا مولانا ملايين، أنت أي حد يفطر معاك وسيبك من الراجل اللي بيتأخر ده. قام بص لي كده، حبايبي ملايين بس أنا بحب مين؟ شوف النقلة، شوف الإحساس. طبعا أنت دبت في محبته ودبت خجلا منه. هكذا كان الشيخ، كان عظيما حتى في تربيته. والله العظيم كل موقف له مدرسة كبيرة. في يوم يا حاج محمد حبيت أعمل شاطر شوية مع الشيخ، فروحت معايا حديث، بقول له يا مولانا صلى رسول الله الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير سبب، يعني من غير سفر ولا مرض ولا مطر ولا عذر. قلت له الكلام ده كاتبه سيد ساب في فقه السنه، انا عايز بقى ايه اوري له ان انا يعني مثقف وقاري. فقلت له اذا يجوز الجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء بشرط، واخد بالك ازاي؟ قال لي يجوز بشرط الا تكون عاده. هو قال لي بشرط الا تكون عادة، انا بقى مش عادي الموضوع وخلاص وخدت السؤال. قلت له يا مولانا ضيقتها علينا ليه؟ ما لو الرسول عايز يقول بشرط الا تكون عادة كان قال بشرط الا تكون عادة، لكن احنا كل مرة كده نضيق الدين شوية. قام بص لي كده قال لي امشي روح صلي زي ما انت عايز اجري. قلت له يا مولانا مش هو قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فالتزايد زي النقصان يا مولانا. اسمعوا بقى قال لي ايه الشيخ في اليوم ده، قال لي حسنات العامه سيئات الابرار، وحسنات الابرار سيئات المقربين، وحسنات المقربين سيئات الانبياء والمرسلين. انت عايز تبقى فين بالظبط؟ فقلت له طبعا الفردوس الاعلى، اذا طلبتم فجملوا في الطلب واطلبوا، اعظم حاجه من ربنا سبحانه وتعالى انه كريم. فقال لي الفردوس الاعلى ما فيهاش في الجمع. فقال لي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال
فقال الصلاة لوقتها. وبعدين راح قاري الآية الكريمة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال لي ما تبقاش شغال على الحركرك، خليك في الامتياز. فالامتياز، وراح قايل لي كلمة والله كل ما اسمع الاذان اتذكرها دلوقتي، شوف الادب والتربية. قال لي كل عمل للناس الصالحين بقى ولاصحاب الدرجات العالية، كل عمل بين الاذان والاقامة ليس فيه بركة. الابتر ليس فيه بركة. فبقيت اسمع الاذان من ساعتها واروح جري خلاص. انا بس بوريكم كيف كان يربي الشيخ ابنائه. خلينا نروح للموسيقى ونروح للشيخ احمد. حبيب الآب على بساط النور، على بساط النور أرسل لي جبريل بالزفة والأنادي، وملا السماء بالحور، وملا السماء بالحور. إن الحبيب الآب على بساط النور، على بساط النور أرسل إليه جبريل بالزفة والأناديل، وملا السماء بالحور، وملا السماء بالحور. ناده وقال طه يا حبيبي يا طه، ناده وقال طه يا حبيبي يا طه، ناده وقال طه يا حبيبي يا طه، انت هنا المطلوب لما أراد الله، لما أراد الله إن الحبيب على بساط النور، على بساط النور أرسل إليه جبريل بالزفة حسن قال ان حضرتك استاذه العزيز اللي بيعتز بيه وبيتعلم منه ورمز من الرموز الجميله، واجمع حضرتك بكل الاساتذه. وهو بيقول لك انا استاذ، واقسم لك بالله انني اخذت منه ما ياخذه تلميذه
من أستاذ. ليه؟ لأنه هو في نواحي يمكن أنا كنت بعيد في تربيتي عنها. فهو الدهالي من عنده خد ثقافته من أول ما جات له ثقافة، وابتدى أقعد وياه جلسة ينضع علي من الأشياء، فزود ثقافتي. جميل. يعني ده الأستاذ بيعتذر التلميذ. أمال إيه؟ شوف يا فتى، مفيش حد اسمه يمر بحياتك إلا وتستفيدين منه ويستفيد منك. الناس تسألني ما هو القاسم المشترك بينك وبين الدكتور حسن كامل؟ حسن راتب. ما هو؟ ايه القدم المشترك اللي خلاني احبه واحبه؟ ايه هو بقى فضيلة الشيخ؟ اننا الاثنين بنمثل قضية خلافية في الارض. بمعنى ايه فضيلة؟ بمعنى ايه؟ انني بنشر قيم. ايوه. والقيم لا يمكن ان تؤتى الا بحياة لها قوت. وحياة لا قوت لا بد من أن نستعمر الأرض ونخصبها ونستثمرها. يبقى إذن هو بيكملني وأنا بكمله. شيء آخر يعجبني فيه أنه كان من الممكن أن يعيش حياته مترفا ويعيش أبناؤه معه مترفين بما أفاء الله عليه من رزق في حياته الماضية. كان يقعد يحط رجل على رجل ويفضى بقى الصبحية يروح هنا النادي هنا ويعمل كل حاجة. إنما إنسان جمع كل عرقه وعمله دم، هذا الدم يعمل فيه وقود علشان يدي خير للناس، وكان من الممكن أن يستغني بخيره عن خير هذا الناس. فإذا ده معناه أن الإنسان لا يعمل لحاجته. دي دعوة دي فضلت الشيء. لا يعمل لحاجته فقط. أيوة. ولكن يعمل على قدر طاقته، فيأخذ حاجته وما بقي يفيضه على من ليست له قوة يفعل بها. هو كذلك. في 94 كنت انا كده حسيت كده بعض مشاكل حصلت في سينا، وانا كنت يعني شبه مظلوم فيها. قلت خلاص انزل كفايه كده وابدا اكمل استثماراتي في مصر، وانا يعني فقلت للشيخ، قال لي طب ما انا استخير الله. بص تعليم. قلت له يا مولانا استخير انت. انا يعني اخذت قناعه ان انا اكفي كده وانزل 94. شوف بقى. فقال لي طيب سيبني استخير. وكلتني في الاستخاره. قلت له يا سلام. شوف بقى، شوف الجمال بقى. رحت افطر معاه في يومها، قام قال لي ها كده كليت مولانا كليت عايز تسيب سينا؟ لقد رايت لك رؤيتان. رؤيتان. رؤيه قبل الفجر ورؤيه بعد الفجر. انا عايز اوري لك الرؤيه وتاويله للرؤيه. فقلت له خير؟ قال لي لقيتك جاي لابس جلابيه بيضة وبتقول لي ايه، عايزين نروح نزور الدكتور عبد العزيز حجازي. فاحنا كان قبليها بكام يوم كده كنا عازمين الشيخ والدكتور عبد العزيز حجازي عندي في البيت. فقال انا استغربت، ده انت يعني اللي كنا معزومين عندك، ازاي انت بتطلب مني انك انت عايز تزوره؟ ده في الرؤيه. فقلت لمحمد، محمد ده كان السايس وكان الشيخ عنده حنطور ينزل يتفسح بيه بالعصريه في طريق المنصورية. فقلت للسايس يعلق على الحنطور. يعلق على الحنطور يعني ايه؟ يجهز الحنطور. يجهز الحنطور. فعلق على الحنطور وركبت انا وانت الحنطور ورحنا لقينا عبد العزيز حجازي قاعد لابس جلابيه وقاعد في قهوه على اخر شارع الملك فيصل. خلاص؟ فقمت انت سبتني ونزلت وقفت تتكلم مع الدكتور عبد العزيز حجازي ورفعت ايديكم للسماء فامنت لكم على الدعاء. دعيتوا ربنا فامنت لكم على الدعاء. لحد كده الرؤيه انا مش فاهم منها حاجه. لكن شوف بقى تاويل مولانا لهذه الرؤيه بقى. بص بقى اسمع عشان تعرف ان المساله علم. فقال لي شوف يا سيدي، اولا الخير معلق بنواصي الخيل
الى يوم القيامه. الله. فما دام الموضوع في خيل يبقى في خير. ادي واحد. نمره اتنين الحنطور، واخد بالك ازاي، البتاع بتاعته اسمها العريش. فاحنا بنتكلم على العريش. العريش. الله الله. العريش بتاع الحنطور. ادي بص اوريك التاويل. بص التاويل بقى. واخد بالك ازاي. نمره ثلاثة انت عايز تروح لعبد العزيز حجازي. عبد العزيز حجازي ده رجل عالم قبل ان يكون سياسي. وحجازي كان رئيس وزراء مصر في عبور مصر 73. فوالله ان لك عبور في حياتك في سيناء مثل ما مثل عبور مصر الله في 73. الله. ولك نصره هناك مثل نصره مصر في 73. بص شوف التاويل. وبعدين لقيناه قاعد في قهوه على طريق الملك فيصل. فالمساله وانت لابس جلابيه وهو لابس جلابيه، والجلابيه هو الزي الشعبي بتاع المنطقه. فوالله ان في هذا الطريق طريق فيه ثراء الامراء ووجاهه الملوك والرؤساء. شوف التاويل. طريق الملك فيصل. بص قال لي لان الملك فيصل كان رحمة الله عليه، رحمة الله، كان رجل فيه أمارة وفيه ثراء وفيه، فهذا هو الطريق بتاعك، اوعى تحيد. وبعدين قال لي ولأن الموضوع يا ابني موضوع مش بتاع فهلوة، ده موضوع بتاع علم، فلن تصل إلى هذا الطريق إلا بعلم، لأن الدكتور عبد العزيز حجازي قبل ما يكون رئيس وزارة وقبل هو رجل عالم. نعم. فالقضية بالنسبة لك قضية علم وليست قضية إيه فهلوة ولا قضية أنا بوريك التأويل. لكن يا ابني الرؤية لها أمانة، ومن الأمانة إن أنا أقول لك إن الحنطور ما هياش أداة عصر، فالمسألة بطيئة وهتاخد وقت، يعني يا حسن يا ابني حقبة من الزمن 10 سنين. عليك أن تصبر وسترى. فإذا رأيت وانتقلت فلتأتي على قبري ولتقول صدقت، فإذا رأيت في حياتي فلتأتي وتقول صدقت. فقال لي إيه، فلما صليت الفجر ونمت بعديها وفرحت بالرؤية هذه قلت والله إنها بشارة جميلة لك هقولها لك لما تيجي الصبح، فرأيتك تحمل أطنانا من القمح وتوزعها في أرجاء سيناء شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وأنا والله يا حسن يا ابني نايم بقول الله يعينك على ما حملك، وبين النوم والاستيقاظ بقول الله يعينك على حملك، وبعد ما استيقظت بأردد الله يعينك على ما حملك، وشايف ده. فتتفسر هذه الرؤية بعد 12 سنة، ويأتي عصام الدكتور عصام واخويا احمد الشعراوي، وبعد ما انتقل للشيخ افتتاح المخابز اللي احنا كنا صورناها ده وسط سيناء. شوف انا بوري لك ايه. فكان وكأنه سبحانه وتعالى اعطاه من المدد ومن الرؤية ومن الشفافية، وكأنه كان يقرأ من اللوح المحفوظ. عصام أنت المجاورة بالجوار، وأنت الحبيب والصهر. أنا أبدأ بإن يعني أنا فرحان جدا جدا بهذا الجمع الجميل والله، وإحساسي زي ما بيقول صاحب المكان جزا الله عنا كل خير إن البركة في كل واحد موجود الآن. الحمد لله. الحمد لله. أبدأ باستئذان مشايخنا لأن أنا اتربيت على كلام الشيخ اللي كان دايما يقول أنا ضعيف نحو الأزهريين، فأنا زيه الحمد لله. والوالد رحمة الله عليه أزهري قبل أن يكون درعمي، فهو أزهري درعمي. أنا أحببت اللغة العربية، وكنت لما أسمع للشيخ أحس بحالة خاصة
يحسها محب العربية ومحب الشعر. وأنا كنت أدعي أن أنا أقول بعض الشعر، منها لحبيبنا سيد الدكتور حسن كامل راتب. لقيته في يوم الأستاذ أحمد الشعراوي بيقول لي بكرة هنروح المصنع هيفتتح مسجد ومخبز، هو جاب سيرة الأكل. طيب الوقت كان متأخر، صليت الفجر حسيت بالشيخ الشعراوي يقول، وده بقى بتبقى يعني حالة خاصة، بيقول حيي سي حسن. والله فربنا ألهمني بعض أبيات، هو قلت حسن كامل راتب، حسن الفعل أتى عن حسن قصد، صدق القائل من جد وجد، كامل النور لمن جاء بيت رب مدلجا إذ قام يتلو فسجد، راتب يومك بالطهر ملئ، طاهر ديدنه يا نعم عبد. وقلتها مع بعض أبيات كده في المناسبة الجميلة، وهو جاب سيرة المخبز عشان احنا كلنا من المخبز، لما الشيء يتقن صنعه يؤكل حاف، كلنا من العيش حاف والله، واحنا واقفين وكان له ضيوف من الوزراء، كان معاه ضيوف من الوزراء الشيخ رحمة الله عليه ورضي الله عنه. احنا بنترضى عن غير الصحابة لما نحس نحوهم بحب، لان انا كتير كنت اتخانق اللي بيقول الامام الشافعي رحمه الله، هو رحمه الله ان شاء الله، لكن رضي الله عنه صاحب مذهب عظيم، الامام مالك، الامام ابو حنيفة النعمان، وبالمناسبة الشيخ الشعراوي كان حنفي المذهب. لاحظت حاجة جميلة عند الشيخ الشعراوي، هو كان أستاذ لغة وبلاغة، لكن كان شاعر متقن عالي الهمة، ما قدرناش نتكلم عنه يعني في الكلام عن الشعراء يعني، فبقينا نتحرج، لكن الشيخ مستواه الشعري يصل لشوقي وحافظ، ودي شهادة قالها والرجل بين يدي الله الآن الشاعر العظيم محمد التهامي، قال لي لا يا ابني الشيخ مرتبته الشعرية، وأنا شاعر من أكثر من 60 عام، مرتبته تساوي شوقي وحافظ وأمثالهما. الشيخ استغل الشعر في أبيات خفيفة على النفس تعبر عن معاني في القرآن، منها مثلا إن الشيء الذي يغيب عنك مش بالضرورة أنك تعرف كل شيء عنه، لأن الباطن له ظاهر يحرسه والعكس بالعكس. واتكلم على قصة العبد الصالح مع كليم الله سيدنا موسى، وفهمنا في الأول موسى نبي مرسل من أولي العزم، والرجل عبد صالح، البعض قال إنه هو نبي، لكن احنا نقف عند الكلام في الآية أنه عبد صالح، آتيناه من لدنا علم، من عندنا وعلمناه. القصة يقرأها الجميع، الشيخ يصوغها شعرا، يقول لا تشق نفسك غما من كل هم ألم، وافزع إلى الكهف واقرأ أما وأما وأما. عسى وعسى وعسى.
إذا تضايقت من الناس في بعض التصرفات والكلام. الشيخ يقول إيه بقى؟ يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة. طب التسليم، مسألة التسليم كيف تكون؟ الرضا التام. وكان عدد من الأحباب جربها في نفسه، مش جرب ربنا استغفر الله العظيم، لا، جرب الكلمة دي لأن الشيخ شادد عليها. مش هيتشال عنك الابتلاء إلا إذا سلمت. كان يقول إيه بقى؟ سلم لربك حكمه فلحكمة يجريه حتى تستريح وتسلم، واذكر خليل الله في ذبح ابنه إذ قال ربهما فلما أسلم. إمتى قال له أقف والسكينة ما تذبحش؟ لما رضي والابن رضي. وكان له لفتة كريمة أو في الحتة دي، يقول جمال سيدنا إسماعيل إنه بيقول لأبوه افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. كم ابن الآن يقول للوالد افعل ما تؤمر؟ الله أعلم. قضى الله لي بالخير من فيض فضله فأشربت حبا للرسول وآله، وأغضضت طرفي عن سواهم بمدحتي فهم أهلها والحق أولى بآله. لآل رسول الله في قلبنا سنن، وكم لعباد الله نور بآله. فما محسن في الذاريات سوى لهم تبيع، فإحسان الأنام بآله. وفي آية الشورى بذلت مودتي وأيقنت أن الله يجزي عن آله، هم بعد ذكر الله ميراث رحمة على المنذر الهادي سلام وآله. وفي هذه الليلة المباركة بعض أبيات قليلة عن فضيلة الشيخ أكرمني بإلقائها المرحوم الدكتور شوقي ضيف رئيس مجمع اللغة رحمة الله عليه ورضي الله عنه، في المجمع في احتفالهم بتأبين الشيخ الشعراوي إماما أتينا مفعمين، فهل نفضي أم البوح من بعد العتاب فنسترضي. لكهف هرعنا مدلجين فعمنا بنور وعطر مشرق دائم الومض، بكينا لعل الدمع يذهب حرها فزاد الجوى ما كان بالصدر من رمض. نزلت بساح في الجنان ببرزخ ترى مقعدا في جنة الخلد في الروض، بنزلك طوفان من الحب، بنزلك طوفان من الحب صادق أحاطك يجري من علاها ومن ربض، وتقرأ قرآنا وتلقي خواطرا أتينك إلهاما من الله ذي الفيض، تمسكت بالغراء في كل موضع ونافحت عن صحب ودين بمنقض. شفيع لكم حب الإله وحبه صلى الله عليه وسلم، وطول سجود منك في النفل والفرض، وفضل كريم كنت دوما تذيقه فروعك إذ يسري بجسمك كالنبض. جزاكم إلهي عن شباب وشيبة أحبوكم في الله والناشئ الغض. والسلام عليكم ورحمة الله. تفضل. بارك الله فيك دكتور عصام. وننتقل للشيخ محمد عارف. بسم الله المتفرد في صفاته، والحمد لله الذي حمد ذاته بذاته، والله أكبر، أعان على الذكر وقدر،
وأزاح الغمام عن يوم الشعراوي فأصفر، فبسم الله والحمد لله والله أكبر. نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين ونستغفره استغفار المستغفرين ونتوب إليه توبة التائبين، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين، ونستشفع به إلى مولانا رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى، نقول اللهم بما أنعمت على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من جاه عندك ومكانة لديك ومحبته له ومحبتك له ومحبته لك والسر الذي بينك وبينه، نسألك أن تصلي وتسلم عليه وعلى آله، وضاعف اللهم محبتنا فيه، وعرفنا بحقه ورتبته، ووفقنا لاتباعه والقيام بآدابه وسنته، واجمعنا به ومتعنا برؤيته، وقربنا من حضرته، واسعدنا بمكالمته، وارفع عنا العلائق والعوائق والوسائط والحجاب، وشنف سمعنا منه بلذيذ الخطاب، وهيئنا للتلقي منه، وأهلنا للأخذ عنه، واجعل صلاتنا عليه نورا فائضا ماحيا عنا كل ظلمة وظلم وشك وشرك وإفك وغفلة، واجعلها سببا للتمحيص ومرقا لأعلى مراتب التخصيص، حتى لا تبقى فينا ربانية لغيرك، وحتى نصلح لحضرتك ونكون من أهل خصوصيتك، متمسكين من آدابه صلى الله عليه وسلم بالحبل المتين، مستمدين من حضرته العلي في كل وقت وحين. يا الله يا نور يا حق يا مبين، كن بنا رؤوفا. اللهم كن بنا وبأهل مصر رؤوفا وعلينا عطوفا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وأقلنا إذا عصرنا، وخذ بأيدينا إذا ذللنا، وكن لنا حيث كنا، واختم لنا بخاتمة السعادة، واجعلنا من أهل الحسنى وزيادة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونشكر أخونا الشيخ حسن كامل راتب، وعارف ان الشيخ ده عاله ازاي وكان بيحبه ازاي، الحمد لله رب العالمين، عشان الشيخ من السنة بتاعته محدش كان يعمل معاه اي عمل صغير او كبير لازم يدعيله، يعني لازم ياخدوا الاجر بتاعه فورا. وكل الناس اللي حاضرين دول انا عارف كلهم حبوا الشيخ شعراوي وحبهم الشيخ شعراوي، سواء ان هم رأوه بالجسد ام لم يروه، رأوه في التلفزيون، رأوه في اي حتة، حتى الاطفال كانت بتحب الشيخ شعراوي، ولما يسألهم طب انت بتحبني ليه يقول له بحبك كده وخلاص. وكل سنة وحضراتكم طيبين. هذا نتاج الشيخ شعراوي. الشيخ محمد كيف به ويصبح مدرسة فكرية؟ الكلام ليس بمفرداته، ولكن الكلام بمساحة معانيه. العبارة ليست كما قيلت، فلو قيلت من غيري ما استوعبنا ما قيل من محمد، وده أحد أسرار الشيخ رضي الله عنه وارضاه. بعد ما سمعنا الحقيقة حاج محمد، عارف ربنا يكرمه يا رب، نروح لسياده اللواء محمد بدر. ما يعرفه الناس عن الشيخ من خلال احاديثه في التفسير لا تتجاوز 25% من حقيقته، لان القيمه الحقيقيه لمولانا الامام الشيخ محمد متولي الشعراوي انه جسد جوهر الاسلام، وهي منظومته الاخلاقيه والانسانيه العليا. ويمكن عشان هو تأسى بحبيبه وبسيده نبي محمد أفاض الله عليه، فكان يملك القلوب أو ملك القلوب بالمعنى الحقيقي. وأنا لا أظن أن أي من المعاصرين للإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي اقترب من عرش القلوب الذي جلس عليه الشيخ ولو للحظة واحدة، لا أقول زحمه، أقول اقترب. ويمكن أنا أذكر موقف لما كنا ربنا أكرمني ورفقت مولانا في رحلته لدبي، وكان أصابه مرض
والله أعلم يعني هو مرض ولا هو ما كانش عايز يعني يستلم جوائز والشيخ كان له رؤية يعني، لكن على أي حال هو مرض وكنا بنتناوب عليه للاطمئنان. فأنا خارج من أوضة مولانا لقيت عسكري باكستاني، وأنتوا حضراتكم تعلموا إن كثيرين من الأمن في دول الخليج باكستانيين. أنا خارج من الأوضة لقيت العسكري ده واقف على الباب. قال لي أنا عايز أطلب طلب واحد. قلت له أمر. قال لي عايز أشوف الشيخ باكستاني. فأنا حبيت أعتذر له. فقلت له والله مولانا تعبان. فلو جيت وقت تاني ونايم، لو جيت وقت تاني أنا أدخلك. لأنني أنا ممن كانوا يحبون من يحب الشيخ. مش بيحب الشيخ بس، هو من يحبه. ففوجئت بسيل من الدموع نازل من عين العسكري، ولقيته بصوت متحشرك كده قال لي والله لما هعمل حاجه بس غير ان عيني تقع عليه اشوفه بس. انا ما ملكتش نفسي الا انا واخد العسكري من ايده ودخلته شاف الشيخ. وانا هذكر واقعه تانيه اسمحوا لي، يعني في ظل الأزمة أو في ظل هذه الهجمة الشرسة على الأزهر الشريف، هو موقف أيضا من الله علي به أنني كنت وحدي من عشته. كان بعد انتقال الشيخ الفحام على ما أذكر، كانت وسائل الإعلام كلها تكلمت على أن شيخ الأزهر القادم هو الشيخ محمد تولي الشعراوي، وهذا مقام رفيع على أي حال. لحد ما في يوم، انا مش عايز اتعرض لتفاصيل كثيره وهذا الكلام فيه تفاصيل كثيره، لكن هاشير لجزئيه، ان كنا بنلتقي يوميا تقريبا. لم اشعر في لحظه ان هذا المنصب الرفيع اللي الشيخ كان بيقدسه راود خياله. لكن هو جه في يوم واحنا جلوس عند الله يرحمه الحاج احمد ابو شاره، قال اطمئنوا انا مش جاي شيخ ازهر، وحكى رؤيه. لكن الشاهد اللي انا عايز اوصل له، أنا في سيدنا الحسين مع مولانا، مولانا دخل الأوضة جوه وأنا قاعد في الصالة لوحدي، خبط الباب. فتحت الباب واحد قال لي أنا جاي من طرف وكيل الأزهر وجايب الورقة دي لمولانا. أنا طبعًا طبقت الورقة، مولانا طلع من جوه اديته الورقة. قال لي مين؟ قلت له حد جاي من طرف وكيل الأزهر، سلمني الورقة دي ومشي. شيخ الشعراوي مسك الورقة وقراها ولقيته منفعل انفعال صعب جدا. ايه اللي جرى في الدنيا؟ ايه الاساءة في الادب دي؟ ايه الشيخ لقيته متنرفز قوي. يا مولانا خير؟ قال لي خير ايه؟ انت مش قريت الورقة؟ قلت له لا، ما مش من حق اقراها يعني. قال لي خد اقرا. فوجدت الورقة مكتوب فيها الاتي، وانا برغم ان احنا عجزنا والزهايمر جه، لكن كل ما يتعلق بالشيخ محفور في الوجدان والذاكرة. فقريت الورقة لقيت وكيل الازهر كاتب كده، كان الشيخ جاد الحق جه عين فعلا وكيل ازهر، شيخ ازهر. لقيت وكيل الازهر كاتب بسم الله الرحمن الرحيم: حضرة صاحب الفضيلة مولانا الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، سوف يحضر عند فضيلتك اليوم عقب صلاة العصر شيخ الازهر برجاء انتظاره. قال لي قريت؟ قلت له أيوه. قال لي هين؟ أنا مش عارف أعمل إيه. قال لي أمال أنا بعلمك إيه؟ قاعد تتعلم ايه انت؟ قلت له انا مش فاهم. قال لي انا يتقال فيا حضره صاحب الفضيله مولانا الامام الشيخ محمد متولي الشعراوي وشيخ الازهر الكتب شيخ الازهر شيخي وشيخ الاسلام. قال لي انزل بقى شوف لك حته كده اقعد فيها، لان يجوز مولانا الامام الشيخ جاد الحق علي جاد الحق يحتاجني في شيء لا يريد ان يطلع عليه احد. أنا أقسم بالله العظيم أنا نزلت سيدنا الحسين، أنا قاعد أقول هو الشيخ شعراوي ده من زماننا ولا من زمن الصحابة ولا منين؟ على أي حال ده موقف أيضا أذكره للشيخ. وإن شاء الله في أول احتفال لمولانا يكون هناك جائزة لأفضل عالم، لأفضل عالم قدم أفضل بحث يفيد هذا البلد ويفيد هذا الدين. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بتقدم بأسمى الشكر لدعوة سعادة الدكتور حسن راتب ليا. هتكلم مولانا كحرفي. كلنا عارفين طبعا يعني مولانا ده إمام القرن وكداعية، أما كحرفي أنا بقى إيه لاحظت في ما فيش حرفة
إلا يفهمها أكتر من الصنع نفسه. مثلا أول حاجة ما كان يجي عندي في المصنع أفاجئ، أول حاجة هو اللي كان يفصل القفطان بتاعه والطاقية بتاعته بنفسه، يقوم جايب الباترونيست أفاجئ، يقوم جايب مثلا المترو وكل حاجة، يقوم عامل جايب برجل عشان يعمل الدوران بتاع الطاقية، ويقوم قال لي لازم نقصها دي بالورب. انا يعني هو ازاي قبل حاجه نسيت حاجه، قبل اي حاجه كان القماش لازم يغسله، يعني عشان ايه لما يجي يشتغل ما ينكمش وما يكتشش والكلام ده. لما كان بيعمل الشقه بتاعته فوجئت مثلا مع النجار ابو، يعني الاقيه حافظ كل نوعات الخشب، لدرجة لو حد زر بيت مولانا في اسكندرية هو راسم باب زان اعجاز. ومتشكر جدا، وإلى اللقاء إن شاء الله. إيه العلم ده؟ إيه العلم اللي احنا شفناه ده مع الشيخ؟ كنت تفتكر المسألة تمر مر الكرام كده تسمع فيها بحث كامل، وكان اختصار العبارة وكأنه يقرأ من اللوح المحفوظ. اسمع كده وهو بيخاطب الرئيس مبارك: الولاية إما أن تطلب وإما أن يطلب لها، فمن طلب الولاية وكيلت إليه، ومن طلب للولاية أعانه الله عليها. وإن كنت قدرنا فقد رضينا بقدر الله فينا، وإن كنا قدرك أعانك الله علينا. إيه الجمال ده؟ وإيه العبارة المختصرة دي؟ الثائر الحق. شوف بعد ما انتقل قد ايه كنا من زيع الثائر الحق الذي يثور ليقضي على الفساد ثم يهدأ ليبني الامجاد. شوف المعاني ومساحات المعاني عاملة ازاي. خليني اعرج عروج سريع كده على حالة جميلة من حالات سينا. انا ما اقدرش اكون موجود وقاعد وسينا ما تبقاش مشتركة معانا في قاعدة فيها الشيخ، لأن الشيخ كان أجمل الوقت اللي قضيناه في سينا وقضاه معانا، والله العظيم أقسم بالله. وإحنا بيزورني بقول يا مولانا شوف إحنا بالصدفة القرية في مدخل البلد، فنفسي أعمل مسجد يعني يصبغ البلد بالصبغة الإسلامية الجميلة في المدخل كده لما المأذنة تبقى منورة. قال لي طب إذا كانت النية كده يا سي حسن خليه بمأذنتين، خليه بمأذنتين. عملنا المأذنتين، فلقينا المأذنتين جايين من ورا، المأذنتين جايين من ورا، و25 متر المأذنة طلعت قصيرة مش كبيرة قوي. فأنا قاعد مع المهندسين قلت لهم إيه، وعصام كان معانا وإحنا بنفتتح المسجد ده، الشيخ هو اللي جا افتتحه، وهقول لكم برضه موضوع افتتاح الشيخ ده. فلقيت المأذنتين جايين من وجايين من مدخل بتاع القرية من جوه، فمش باينين على الطريق. فقلت لهم اقول لكم اعملوا مأذنتين تاني 40 متر وعلى الطريق من بره، فيبقى باربع مأذن مش مشكله بس المأذنتين التانيين ب 40 متر. كان زمان ما فيش موبايلات، فكان عندنا في العربيه تليفون محطوط في كيس قد كده او في شنطه قد كده، لسه خارج والله لسه واخد القرار دلوقتي ومدي تعليمات للمهندسين انه يبنوا اربع مأذن. لسه خارج لقيت تليفون العربيه بيضرب، ولقيت مين اللي على التليفون؟ الشيخ. انت فين يا سي حسن؟ قلت له انا في العريش يا مولانا وجاي. قال لي في العريش؟ اخبار مسجد العريش ايه؟ قلت له يا مولانا ان شاء الله 3-4 شهور وتيجي تفتتحه. قال لي والله يا ابني لقد رايته باربعه مآذن، اقسم بالله والله يا ابني لقد رايته باربعه مآذن. فقلت له والله العظيم صدقت يا مولانا، انا لسه واخد القرار دلوقتي بالمأذنتين التانيين. وقع على رجله واحنا رايحين نفتتح المسجد ورجله ورمت بقت قد كده، وانا كاتب ايه: يتشرف فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بدعوة سيادتكم لحضور افتتاح مسجد الفتح. انا كنت عايز اسميه مسجد الشعراوي، الشيخ قال لي لا ده سميه مسجد الفتح لان ده فتح دين ودنيا بعد المسجد ده. قلت له يا مولانا عايز اسميه مسجد الشعراوي، قال لي اللي انا بقول لك عليه لسه، وزي ما احنا بنسمع كلام الشيخ. قلت له حاضر، فسميته مسجد الفتح، وكان المفروض هو اللي عمل الدعوه وهو اللي هيروح يفتتحه.
فرحت لقيت رجله ورمه وكان وقع على رجله. فقلت له يا مولانا مش هقدر اقول لك تيجي طبعا خلاص. وبقيت بقى ايه وانا بعتصر حزنا كل الناس جايه وسينا كلها هتلاقيها في اليوم ده وعارفه ان الشيخ جاي. بس قال لي والله يا ابني انا بعتذر لكن ايه معلش يا حسن بركه فيكم. نزلت ومشيت وانا بعتذر حزن. وبعدين لقيت تليفون عربيه بيضرب. الشيخ بيقول لي انت رايح معلش امتى؟ قلت له يا مولانا يعني خلال ساعتين كده ان شاء الله هتحرك. قال لي عد علي خدني. قلت له يا مولانا ما ينفعش انت رجلك ورمه ويعني مش عايزين مضاعفات. بس فقال لي طب تعالى دلوقتي. فقال لي والله ما امرني الذهاب لافتتاح هذا المسجد الا سيدنا رسول الله. ما امرني. فقال لي نقدر نعصي امر سيدنا رسول الله؟ والله لو جئت محمولا على الاعناق لجيت فتحته معك. خلاص ده امر سيدنا رسول الله. وفي اليوم ده يا خبر ابيض مسجد يتسع 1500 واحد 2000 واحد كان فيه 10000 واحد موجودين في افتتاح الشيخ للمسجد. في يوميها دبحين عجل ولا عجلين كنا متصورين يعني. والله العظيم اقسم بالله ان العجلين اللي احنا ذبحناهم مش عارفين بقى هناكل ازاي الناس ازاي مش ممكن يعني. وفوجئنا ان الحمد لله كله كل وفاض للعمال وللناس اللي موجوده بركه. هذا هو الشيخ. الشيخ لو قعدنا نسرد سيرته العطره لا يمكن هتخلص سيرته لانها سيره مليئه كمان بالنوادر وبالكنوز الكبيره. وانا شخصيا اعلم تماما ان الشيخ كان من الصالحين. ايمان اي حاجه بصوتك يا ايمان. ما قدمه مولانا من علم اعتقد يعني احنا كنا جيل تاثر به واعتقد انه على راس كل 100 سنه اعتقد انه هو هذا الرجل. هو هذا الرجل الذي جدد هذا الدين. يعني احنا كنا في الجامعه كنا مبهورين بمولانا. فانا هقول كذا حاجه يعني. ايه يعني مات البدن؟ ايه يعني راح الصوت؟ عايش في جنة عدن هو الشهيد بيموت هيم وعطره يفوح عارف دي اخرتها ابدا ما ياخد روح غير اللي خاليها يا ريت نكون وياه في سبيل الله. احسبها بالمليم وقول لي كيف حالك يا راعي كل يتيم ما نقصش من مالك. احسبها بالمليم وقول لي كيف حالك يا راعي كل يتيم ما نقصش من مالك. طبطب عليه واحضنه وخبط على بابه جوه العيون سكنه تصبح من احبابه ويا رسول الله في سبيل الله. عليك يا ايمان. تعالى بقى علاء. علاء واحد من ولادي خريجين جامعه سينا. قابلته وهو طالب في الاعداديه. ابوه رجل طيب اسمه الشيخ محمد. فقال لي اول ما بنينا المسجد قال لي ممكن ابني يطلع يخطب الجمعه. فبصيت لعلاء كده قلت له علاء اطلع اخطب الجمعه ولو خطبت الجمعة وعجبتني أنا هديك منحة في جامعة سينا. وطلع وخطب الجمعة
ودخل جامعة سينا بمنحة، وهو السنة دي في سنة رابعة إعلام، وأنا بحب علاء ليه بقى؟ لأنه حافظ القرآن. وبعدين لما خد منحة تفوق وبيطلع الأول دايما على دفعته، عشان كده بحبه وبدعيه معايا، وبحس إن هي دي الثمرة الحقيقية. زي ما ربنا الشيخ لازم نربي على غراره. اتفضل حبيبي. عايز أبدأ كلامي بقصيدة في حب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول في مطلعها: يا محمد يا نبينا، يا سراج الله فينا، يا محمد يا نبينا، يا ختام المرسلين، جئت بالحق تنادي رحمة للعالمين، قد مضى ليل الفساد وأتى الصبح المبين، قد أزلت الجهل عنا فدعونا صادقين، ليس يرضى الله دينا غير دين المسلمين، بك يا طه هدينا، بك أدركنا اليقين، وغدونا خير أمة أخرجت للعالمين. يا محمد أنت حق، يا ختام الأنبياء، أنت نور على الطريق صاغه وحي السماء. يا محمد يا نبينا، يا سراج الله فينا، يا محمد يا نبينا، يا ختام المرسلين، يا محمد يا نبينا، صلى عليك رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد متولي الشعراوي، هذا الرجل الذي نحسبه عند الله عز وجل من الصالحين، هذا الرجل الذي له بصمة في قلب كل من يسمع له وكل من يراه، هذا الرجل في الإسراء والمعراج كتب قصيدة سأقص عليكم وأقول لكم جزء منها: يا ليلة المعراج والإسراء، وحي الجلال وفتنة الشعراء، الدهر أجمع أنت سر نواله، وبما أتاك الله ذات رواء، من ذا الذي يحظى بما استعصى على موسى وعيسى صاحب الإحياء؟ يا ليلة فيها الفضائل أينعت لنبينا ذي الرتبة العلياء، يا ليلة صارت لأمة أحمد عيدا تجدده يد العظماء، يا ليلة قصي حديثا شائقا عما علمت فأنت أصدق راء، يا ليلة قصي حديث محمد كذبي جهالة الجهلاء، قصي بربك لا تبخلي فالبخل ممقوت لدى الكرماء، قصي حديث رسولنا خير الورى، قصي علينا أطيب الأنباء، رقت ولبت وانحنت طربا معي، قالت: يا من تنادي ماذا أقول وقد بدا إسراؤه وعروجه بجلاء، لكن سأقص نبذة عما جرى، الله فضله على كل الورى، أهداه خير العقل والآراء، هو سيد الثقلين طه المصطفى، ياسين أكمل من على البطحاء، لما رأى رب الخلائق أنهم ضلوا الطريق أتى بخير دواء، أهدى بك الدنيا لتصلح أهلها، يا رافع الفقراء والبؤساء، أرسلت في الدنيا نبيا صادقا فأنرت واجهنا بخير ضياء، بك يا رسول الله يا علم الهدى، قد أشرقت شمس على الغبراء، لك معجزات يا محمد سطرت، رفعت مقامك فوق كل لواء، وضعتك أمك كاملا ومكملا، فبهرت كون الله بالأضواء. صلى الله على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك علاء. تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور حسن راتب، ذلكم المفكر الكبير الذي أعاد بهذا الصالون الجميل
رونق الثقافة مرة ثانية، والذي أعطاه الله تبارك وتعالى ذكاء وحسنا ورونقا في الجمال. وأما عن مدح سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول ما تعلق أحد بآل بيت النبي إلا وبهم سعيدة. ولذلك لي في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانتهى الكدر، ونظرة نحو أبواب المدينة لا تبكي لي من الهم ألوانا ولا تذر. يا حادي العيث أنزلني إذا برقت بعينك الروضة الخضراء والحجر، هناك أمسك شباك النبي لكي أدعو الله حيث الذنب يغتفر. ولذلك قال أحد العارفين: إذا ذكر الحبيب ونحن جمع ترى كلا له شأن عره، فمنا من يموت على وضوء، ومنا من يموت على هواه أي هوى الحبيب، ومنا من يذوب كمثل شمع إذا شوق المحبة قد تلاه. فسلم للرجال ولا تقاتل، فقد وضح السبيل لمن رآه، فكم من جاهل أبدى اعتراضا فلما ذاق ما ذقنا اشتهاه. ولذلك وأما عن سيدي ومولاي صاحب هذه الذكرة العطرة إمام الأئمة الإمام العالم العلم سيدي ومولاي الإمام الشعراوي رضي الله عنه وأرضاه، أقول هو نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عجب في ذلك ولا غرو في ذلك. والدليل كما أخرج الإمام البخاري أن الحق أن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث على رأس مئة كل سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وأجمع العلماء قاطبة على أن الإمام مجدد لهذا العصر. الإمام كما قلتم حضراتكم قلتم فيه من الأشعار، وهذا كلام قليل، ولكن الإمام رضي الله عنه وأرضاه والله حينما أذهب إلى الإمام الحسيني وأجلس هناك وما تعطرت في شيء وذكرت سيدي ومولاي الإمام الشعراوي إلا وهبت النسائم والعطايا، لأن طريق الله ليس لمن سبق ولكن طريق الله لمن صدق. وأقول للذين تكلموا في حضرة الإمام الإمام الشعراوي: أتذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول: فأعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه، ما ضر نهر الفرات يوما إذ خاض بعض الجاهلين فيه. ولذلك حي الله هذا المجلس المبارك، وحي الله الأستاذ الدكتور حسن راتب أن جمعنا في هذا الصالون الجميل الذي يعيد الثقافة مرة ثانية، لأن العلاقة بين الثقافة والدين والعلم علاقة مطاردة. كلما زادت الثقافة وزاد الدين زادت الثقافة، وكلما قل الدين والعلم قلت الثقافة، فهو يحيي مرة ثانية رونقا جميلا بأدبه وخلقه وعلمه وفضله وجماله. والله أقولها خالصة لله، فإذا أخطأت فأقف في عرفات الندم وأقول: أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا عاصي. هو ساتر، هو غافر، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولتغلبن أوصافه أوصافي. وشكر الله لكم. دكتور حسن راتب ربنا يديله الصحة والعافية، يعني بيربطني بيه حب في سيدنا النبي وحب في الله قبل كل شيء، ويعني كده كان ليها أمارات وليها علامات وإحنا عند سيدنا النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على حضرته. وأنا قاعد لقيت تليفون الدكتور حسن في أمريكا وبيتصل بي: يا أحمد، أنا كتبت كلام وأنا بكتبه شايفك قدامي. كلام يا دكتور؟ وراح بدأ يمليني كلمات. قلت له: أنت جاي إمتى إن شاء الله؟ قال لي: كمان كم يوم. قلت له: أما تيجي هسمع حالك.
وكانت ال- 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 النفحة الجميلة دي يا عالم بالجملة غني عن التفصيل عليل وراجي رحمتك يا شافي كل عليل. بباب الانكسار أنا واقف أنظر لعبد ذليل طريق سيدنا النبي وما لغيره دليل. يا حبيبي يا دكتور يا حبيبي يلا يا سيدي النوى يا ولادي. يا عالم بالجملة غني عن التفصيل يا عالم بالجملة غني عن التفصيل علي الوراقي رحمتك يا شافي كل بباب الانكسار أنا واقف انظر لعبد ذليل بباب الانكسار أنا انظر لعبد ذليل طريق سيدنا النبي طريق سيدنا النبي طريق سيدنا النبي حبيبي سيدنا النبي وما لغيره دليل. يا عالما بالخفايا يا مهيمن يا جليل يا عالما بالخفايا يا مهيمن يا جليل عبدكم بالباب واقف عبدكم بالباب واقف عبدكم الباب عبدكم بالباب وقفة العبد الذليل وقفة العبد الذليل يا غليما بالخفايا يا مهيمن يا جليل يا غليما بالخفايا يا مهيمن يا جليل عبدكم بالباب واقف عبدكم بالباب واقف عبدكم بالباب عبدكم بالباب واقف وقفة العبد الذليل وقفة العبد الذليل من ذنوبي صرت أبكي من ذنوبي صرت أبكي والدموع مني تسيل من ذنوبي صرت أبكي أنا من ذنوبي والدموع مني تسيل والهموم حيرتني الهموم حيرتني والفؤاد مني غليل يا عالما بالخفايا يا مهيمن يا جليل يا عالما بالخفايا يا مهيمن عبدكم بالباب وقف عبدكم بالباب وقف عبدكم بالباب
بابه وقفة العبد الزليل، وقفة العبد الزليل. فاصلح الأحوال يا ربي يا رب يا رب، بالنبي طه الرسول يا رب يا رب. اصلح الأحوال يا رب يا رب، بالنبي طه الرسول يا رب يا رب. واغنيني منك بفضل، اغنيني منك بفضل، واهدنا قصد السبيل، وامحو بالغفران ذنبي، حسبنا أنت الوكيل. وامحو بالغفران ذنبي، حسبنا أنت الوكيل، حسبنا أنت الوكيل، حسبنا أنت الوكيل، حسبنا أنت الوكيل، حسبنا أنت أعظم ما في هذا الشهر الكريم أننا نلتقي فيه برموز الحب ورموز هذه الأمة. دائما الأمم اللي ملهاش تاريخ بتصنع لها تاريخ، وإحنا أمة عريقة لها تاريخ عريق، مش محتاجين صناعة عليه. الأمم اللي ملهاش رموز بتوجد لها رموز، ومصر أمة ولادة لها رموز طيبة ولها أصحاب فكر ورواد عقيدة. وإحنا النهاردة في هذه الحلقة يعني بأسعد وبأشرف وبيشرف معي المشاهدين بلقاء مولانا فضيلة الشيخ محمد متولي شعراوي والدكتور عبد العزيز حجازي. والدكتور عبد العزيز حجازي أستاذ ومن رموز هذه الأمة في فترة زمنية كلنا فاكرينها بتفكرنا بيها، رمضان أيام حرب رمضان الكريمة لما كان رئيس وزراء مصر الأسبق. يكفي في سماحة الإسلام أن ننظر إلى البلاد التي دخلها الإسلام بغير فتح سيفي، وإنما دخل فيها الإسلام بإسوة سلوكية من مسلمين عاشوا في هذه البلاد، وكان من حسن سلوكهم أن لفتوا أصحاب البلاد إلى سماحة هذا الدين، فدخلوا الدين وأصبحت في أممهم كثافات إسلامية لم توجد في البلاد التي فتحت بالسيف. والبلاد التي فتحت بالسيف يكفي من شرف الإسلام أنها لم تفتح بالسيف لتكرئ الناس على الإسلام، وإنما كان السيف لحماية اختيار الإنسان للدين الذي يراه. فالإسلام لم ينشر بالسيف كما يتهمونه، بدليل أن البلاد التي فتحت بالفتح السيفي استمرت الأديان فيها على ما هي عليه، وبدليل أننا نأخذ منهم الجزية كما نأخذ من المسلم زكاة تصرف في خير البلاد، نأخذ من المقيم على دينه في هذه البلاد الإسلامية جزية حتى تكون تأمينا له إن لم يجد في آخر حياته مصدرا يعوله. فإذا الإسلام جاء لا ليحمل الناس على الإسلام ويكرههم، وإنما جاء ليحمي اختيارهم للدين الذي يريدونه. الإسلام يتضمن عقيدة طبعا، بعدها عبادات، وحركز على الأخلاقيات ثم المعاملات، وبالتالي المعاملات من غير أخلاقيات لازم هيحصل انحراف في المجتمع. يبقى كل ما الإسلام ينتشر والصحوة اللي حصلت في العالم النهاردة
أن الإسلام يجد طريقه، لأن الآفات والانحرافات والسلوكيات السيئة التي نشاهدها في أنحاء العالم وتصدر للأسف إلى العالم الإسلامي لا خلاص منها إلا بالقدوة. الرئيس عبد الناصر رحمه جه في يوم من الأيام وطلب خبير في إدارة الدولة، وهو من أكبر أساتذة في أمريكا وكان مستشار لأحد الرؤساء الأمريكان. فلما جه قعد مع الله يرحمه الدكتور عبد الله العربي وهو أستاذ مالية عامة، وشرح له في يومين قواعد الإسلام في إدارة الدولة. جاء هذا العالم وكتب تقريره وكتب صفحتين قال فيها هذه القواعد التي استقتها من دين الإسلام، فدولة فيها هذه القواعد لا يصح لها أن تستعين بخبير أجنبي. الدكتور حسن راتب ده معروف في رجال الأعمال المشهورين الذين حاولوا أن يسروا مصر بابتكاراتهم في العمارة التي تسعد البلد، في البلد الذي يحتاج إلى هذه العمارة والوطن الجديد الذي استربناه ويحاول أن يجمله، جمل الله حياته وبارك له فيه في كل ما يأتي وفي كل ما يفعل. أنا تعلمت من مولانا أن القيم هي القيم حتى عند المنحرف، فالصادق محترم حتى عند الكذاب، والأمين محترم حتى عند الخائن. فتربية الأولاد على القيم بتربط الطفل في المهجر بالوطن الأم، وأهم قيمة في المهجر من أهم القيم إن إزاي نربط أولادنا في المهجر بالوطن الأم، عادات وتقاليد وسلوكيات وقيم، لا سيما إن دايما إحنا كناس بنؤمن بأن الإنسان بيعود إلى أرصدته في مخازنه قبل ما يبدأ ياخد أي قرار استيرادي، من باب أولى إذا كان هذا بالنسبة للسلع، فينبغي أن نعود من باب أولى إلى المبادئ والقيم والتراث والمثل والعقيدة إلى تراثنا، وتراثنا غني جدا، فلابد أن نأخذ منه لمش نسري بيه أولادنا، ده نسري بيه أولادنا ويكون نبرث للعالم كله، وبالتالي فيعتز الطفل بقيمته ويعتز الطفل ببلده ويتربى على انتمائه للوطن الأم، يدين ليه ويعيش ليه فيرد دين الوطن ده عليه بعد ما يرجع له. حسن راتب أول تجمعات لهم من غربته الطويلة وتعب الشق في الاغتراب فكر في هذا التفكير، البكر اللي ما يعرفش ينجح ولا يسقط كونه لسه بيدخل على عمل لسه ملوش يعني، يبقى ده دليل على ان رجولة اقبال على العمل، مش يروح للعمل اللي بيقول ده ايه اللي رايق نعمله، لا هو قال ايه اللي كاسد، ايه اللي كاسد نعمله. هذا هو الذي يحاول اتمام الكمال، مش عايز يربع هو في الكمال اللي عمله غيره، لا هو عايز يعمل مشقة ويعمل كمال جديد يوسع ليه، ليه حتى يتسع الكمال للزائد من سكان هذا المكان. ما كناش بنفكر في الأرض الصحراوية نستنبت منها ونعمل لها مش عارف ليه، كانت عندنا الأرض الخصبة فكفيانة، إنما دلوقتي السكان زادت فبنعملين رجيه في الخط، طب عندي أرض واسعة هي قد مساحتنا مش كم مرة وليه ما نستغلها، ويجي بقى يستغلها ويضحي بأمواله في عمل لسه مش واثق في نتيجته، فيجي يعمل المدينة زي دي. شوف المدينة دي عملت ايه دلوقتي، مش اقتصر خيرها على من فيها، اقتصر خيرها على من عاشوا في الحضارات ليرتاحوا راحة جميلة فيها. الشكر للأستاذ الدكتور حسن راتب على أن جمعنا في هذه الليلة المباركة على محبة رسول الله أولا صلى الله عليه وسلم، وعلى محبة سيدنا الإمام الشيخ الشعراوي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه في هذه الليلة المباركة. كعادته دائما الدكتور حسن الحقيقة يجمع الناس على ما يفيد الناس، وأصبح هذا الصالون من أهم الروافد الثقافية لي أنا شخصيا ولكل مشاهدي صالون المحور في أنحاء مصر وفي أنحاء العالم العربي، فجزاه الله خيرا.
حقيقة لي كلمتين. الكلمة الأولى مرتبطة بسيدنا الشيخ الشعراوي. أنا الحقيقة لم أشرف بأني قابلت في حياتي حقيقة. وأنا في المرحلة الثانوية أول ما بدأنا نخطب في المساجد ونقول دروس في المساجد وخلافه، كان الشيخ الشعراوي بالنسبة لنا هو المعلم وهو القائد وهو الأستاذ وهو المرجعية وهو كل شيء في حياتنا، وكنا بننظر إليه نظرة الأستاذ والداعية والمعلم والمثقف والذي يعني يدلل على منهجية الأزهر الوسطي الشريف. لكن لفت نظري في الجلسة النهاردة إيه؟ هذا الوفاء الذي لمسته وعايشته في هذه اللحظات من حضراتكم لسيدنا الشيخ الشعراوي. والوفاء قيمة عظيمة جدا. يمكن أنا مرة في قبل كده في الصالون يا دكتور حسن اتكلمت عن وفاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة رضي الله عنها، وكيف أن سيدنا النبي، وإذا كنا في الإسراء والمعراج واتكلم أخونا الأستاذ محمد عارف عن كيف كان فقد النبي للسيدة خديجة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها مسألة عصيبة جدا. لكن النبي بعد ما توفيت السيدة خديجة علمنا درسا في الوفاء. لما يقوم النبي ويقلع عبايته كده ويفردها على الأرض والصحابة يستغربوا، انت بتعمل كده ليه؟ لقوها يقعد سيدة كبيرة في السن على عباية النبي صلى الله عليه وسلم، طب بتعمل كده ليه مع هذه المرأة العجوز؟ قال لأنها كانت صديقة للسيدة خديجة رضي الله عنها. والوفاء في قيمته الحقيقة إنما هو يكون أو عظمة الوفاء في إنه يكون وفاء للأموات. يمكن الوفاء للأحياء يشوبه شائبة، يمكن أنا وافي للحي خوفا منه، طمعا في ماله، طمعا في منصب، رياء أو نفاقا، إنما الوفاء للحي. سيدنا الشيخ الشعراوي النهاردة في رحاب الله، لا حد فينا عاوز منه حاجة ولا هو عاوز من حد فينا حاجة. لما يكون فيه وفاء للحي يمكن يكون فيه مشكلة، إنما الوفاء للأموات كما شاهدت في هذا اللقاء هو قمة الوفاء. ولذلك حتى في مشهدين أحكيهم سريعا كده، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرة ماشي وركب حمار، وكان سيدنا عبد الله بن عمر هو من هو، فوجد رجلا كبيرا فنزل من على حماره وأركبه مكانه، فأصحابه استغربوا قوي، أنت بتعمل كده ليه؟ هذا أعرابي يرضى باليسير، ده أنت لو قلت له بس السلام عليكم هيروح يحكي ويتحاكى إن ابن عمر قال لي سلام عليكم، تقوم تنزل تركبه مكانك على الحمار؟ قال لأن أبا هذا الرجل كان صديقا لعمر رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله يقول إن من أبر البر بر الرجل أهل ود أبيه. لما الأب يموت والواحد يبر أبوه في أصحاب أبوه، في قرايب أبوه، في اللي كانوا على علاقة بأبيه، هذا هو أبر البر. وفي هذه الجلسة أنا شاهدت هذا البر من كلام حضراتكم عن سيدنا الشيخ الشعراوي، الكلام الذي يحمل معاني البر تجاه هذه الشخصية العظيمة ومعاني العطاء ومعاني الوفاء تجاه هذه الشخصية العظيمة. وبشكر الدكتور حسن راتب على هذا اللقاء الماتع، وبشكر كل إخواننا اللي حضروا النهاردة وأمتعونا بحديثهم عن سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه. أنا بس عايز أقول الأول بعد طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أولا خلينا نتكلم كلام سهل وسلس وبسيط، والأول بشكرك وبنحبك يا دكتور وبنحترمك، وكمان بغبطك الحقيقة لو اتكلمت كإعلامي على المحفل الجميل اللي احنا فيه ده النهاردة، وأنا أول مرة الحقيقة النهاردة أشرف بده كمشاهد ويعني متعلم. لا مفيش أبدع من كده ولا أعظم من كده، ولا أنافق حضرتك بهذا القول. كإعلامي كل أنواع الإعلام عليها خلاف، يعني برامج السياسية هتلاقي ده من الناحية دي وده من الناحية دي، ممكن يشبطوا في بعض. أي نوع من أنواع الإعلام هتلاقي عليه خلاف، هتلاقي فيه آراء متعددة، حتى في الرياضة هتلاقي أهلاوي وزملكاوي وإلى آخره. المحفل اللي احنا فيه ده والرافد الثقافي ده ما أحوجنا، وحضرتك لسه بتقول لنا على مصطفى صادق الرافعي و و و و عبد الحليم حافظ، ويمكن الأستاذ إيمان والله يرحمه وحضرتك تحضرنا في ده، استمد ثقافته من مين؟ لما كان بيقعد مع الأكبر منه الأكثر ثقافة منه ويستمع ويتعلم. حضرتك بتعمل ده دلوقتي، أنا واحد من الناس قاعد بتعلم وبتثقف قيمة زي قيمة الوفاء اللي قال عليها فضيلة الدكتور مظهر وغيرها من القيم.
يعني دي بس مقدمة سريعة، مش عايز أطول، مش هقول حاجة أكتر من اللي قلتوها، لكن اتعلمت كتير قوي، وزي ما قلت بغبط حضرتك على ده ثواب وثقافة يا رب تستمر، وياريتك ابتديتها من زمان يا دكتور. الحاجة إلهام اللي كانت موجودة من شوية والحقيقة اتعلمت أنا كمان منها، فكرتني كمان بمقولة للشيخ الشعراوي، طبعا أنا ما حضرتوش كمذيع، قبل ما أقول المقولة بشكرك انك اديتني فرصة 15 سنة اقدم المسلمون يتساءلون، اتعلمت فيها من الشيوخ كلهم، يعني من اول الشيخ عطية صقر الله يرحمه حضرته لغاية كل الناس، عدى عليا كل شيوخ مصر، وكنت اقعد انكش يا دكتور، كنت انت مديني الحرية دي كتر خيرك ان اقعد انكش واسمع في اذاعة القرآن واحد، وانا كان ليا مشاهدة كفيفة كانت بتدلني تقول لي الشيخ ده صوته مميز وبيتكلم كلام حلو، مشاهدين كانوا بيدلوني على الشيوخ، وكان ليك الثواب ده يا دكتور. وقلت يا ريتني حضرت الشيخ الشعراوي، لكن بعد اللي سمعته وشفته بعد كده قلت كنت هتعمل ايه يا حته عيل انت، كنت كبيرك قوي تقعد تحت رجليه وتسمع زيك زي مئات الملايين من الناس، هنكش في ايه وهسال في ايه، مع اني سمعت لكل الناس، ودلوقتي الدكتور سعد، واقعد دلوقتي ادوحر واجيبهم يمين واجيبهم شمال، لكن كنت هروح فين واجي منين. سريعا ارجع للحاجه الهام واقول كلمه فكرتني بمقوله، مش شرط اكون حضرته لكن اكيد اتثقفت من روافته المتعدده، قال اعبد ربنا مش عشان يعطيك، ولكن اعبد الله ليرضى لا ليعطي، فان رضي عنك ادهشك بعطائه سبحانه وتعالى. ويمكن ده هي فكرتني بالقيمه دي، قيم كتيره جدا الحقيقه اتعلمناها، مش عايز اطول عشان في كتير احق بالكلام مني. بشكرك تاني يا دكتور، ويا رب اجعل هذا المقام في ميزان حسناتك ان شاء الله. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأصلي وأسلم على خير خلقك ونبيك النبي المصطفى والحبيب المجتبى، أما بعد، حي الله تلك الوجوه المستبشرة والقلوب المحبة. وإذا كنت اليوم سوف أتحدث عن إمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، قد أنظر إليه بزاوية تختلف عن كثير من الناس. أولا، أن هذا الرجل جاء في عصر التلفزيون، كان كثير من العلماء مثل الإمام الشافعي وغيرهم من الأئمة كان لا يصل إليهم إلا كل متعلم يقرأ لهم كتبهم، إنما فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي من إخلاص الرجل أنه جاء عبر شاشة التلفزيون ليصل إلى الملايين. ثم أن عندما تتابع الرجل أرى أن الله يعني يسر كل إنسان لما خلق له، ولذلك في فترة الخمسينات عندما ذهب إلى المملكة العربية السعودية احتك بالبادية، ولذلك كل الأمثال، لأن القرآن عربي نزل في بيئة عربية من القبائل العربية، ولذلك كل خواطره، كلمة الخواطر إنما هي تأتي عبر الإخلاص، ولذلك يقول أشياء لا يمكن أن تقرأها في كتب. يعني مثلا تحدث عن سيدنا أبو بكر الصديق فيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وأبو بكر كفرسي رهان إلى أنني سبقته بالنبوة فاتبعني، ولو سبقني إلى النبوة لاتبعته. شيء لا تقرأه في الكتب. إن الشيخ الشعراوي عندما ذهب في المملكة العربية السعودية ونظر في البادية كان يضرب أمثال واقعية من البادية العربية. الشيخ محمد متولي الشعراوي أيضا قوي الحجة، في معنى أنه في إحد رحلاته في الولايات المتحدة الأمريكية أن سألوه قالوا هناك اختلاف بين القرآن والحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في رحلة الإسراء قال وجدت على مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثماني عشر، فالقرآن من يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه الحسنة بعشر أمثالها، فضعف العشرة يبقى عشرين، كيف يكون 18؟ فالرجل الخواجة بيقول في اختلاف بين الايه بين القرآن والحديث. فالشيخ الشعراوي قال له أنت لما بتصدق بدولار ربنا يديك قد ايه؟ قال يديني 10 دولار. قال طب خذ الدولار اللي أنت صدقت بيه يتبقى كام؟ قال يتبقى 9. قال ضعف التسعة كام؟ قال 18. قال إن الله يعطي ها ويضاعف فيما ايه؟ فيما أعطى لا فيما أخذ. ودي عظمة الشيخ متولي الشعراوي، ولذلك عندما أقرأ للإمام علي بن أبي طالب يا كميل يا كميل العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال،
ثم قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أنا بشكر الدكتور حسن راتب أنه جمع تلك الوجوه الطيبة في ليلة مباركة نفتخر بها بعالم قد أعطى لنا الكثير. وعندما يعني تتابع الرجل إنما له ملكات وقبول من الله، ويزيد في الخلق ما يشاء. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا دكتور. دكتور طلعت. شكرا. طبعا بشكر حضرتك على الدعوة الكريمة وعلى الاحتفال الجميل، وعلى ان احنا بنحتفل بمولانا فضيلة الشيخ الشعراوي. سعيد جدا بان انا حضرت هذه الأمسية الجميلة وهذا الصالون المحترم. ويمكن انا لما اتكلم على مولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي، وشيخ محمد متولي الشعراوي من ابناء الدهلية، بس هو كان محبا للغربية بشكل كبير. انا لي حاجتين هقولهم بالنسبة لتواضع الشيخ. تقريبا سنة 80 كنت مدعو لعقد قران بنت المرحوم احمد القصبي محافظ الغربية، في قرية اخنواي مركز طنطا محافظة الغربية، وكانت في الحديقة بتاعت الفيلا بتاع المحافظ. فأنا بالصدفة قاعد لقيت مولانا قاعد جنبي، أو أنا قاعد جنبه طبعا، أنا قاعد جنبه. فدخل حد رجل كبير في السن اسمه الشيخ الخطيب. الشيخ الخطيب ده كان في المسجد، في المعهد الديني الأزهري بتاع طنطا، المعهد الأحمدي، اللي واضح انه كان هو يعتبر كان يعني بيدرس للإمام. فلقيت الإمام الشيخ محمد الله بيقوم وبسرعة وبيمسك إيد الشيخ الخطيب، مولانا الشيخ الخطيب، وبيقبل إيده. فطبعا ديت الشيخ شعراوي أما يعني مسألة، فأنا فهمت إن ده كان يعني معاه في ويدرس له حاجة زي كده. الموقف الثاني فعلا أنا مأثر فيها جدا وشفته في المسلسل بقى، إنما مولانا والطلبة شالوا العربية بتاعته وكده سيارة، فهو راح داخل طبعا اللي هو يعني دخل احدى دورات المياه وساب العربية بره ودخل ينظف، نعم مش كده، وسيدنا الحسين وينظف وكده، عشان قال لك لنفسي يعني بيكسر النفس، وعايز عشان ما يحصلش نوع من انواع يعني الكبر او التكبر او مشابه ذلك. دي رسالة للناس كلها. انا اخر كلمة عايز اقولها، احنا في امس الحاجة، في امس الحاجة ان احنا عايزين يعني الثروة الكبيرة اللي مولانا سابها، انا شايف الاجيال اللي موجودة مش عايشة فيها. يعني احنا عشناه في التلفزيون وفي المتابعة وكده. انا اتمنى لو احنا بنحب البلد ديت، لو بنحب البلد ديت، الثروة ديت يعني من حق الناس ومن حق شبابنا ان هم يطلعوا عليه. عايزين آلية دكتور حسن، ودي حضرتك استاذ في الكلام ده، ان يبقى في نوع من انواع حديثه الجميله. يعني النهارده ما اتكلم عن مصر، وزي ما سياده اللواء مصر وقال مصر، يعني واكتر من حتى من الدوله اللي نزل فيها القران. برضو المقوله اللي قالها في بعد الثوره وغيره، يعني حاجات بتهز فينا كلنا. انا بطلب برجو ان هذه الثروه وهذه التفسيرات ما تبقاش اصبحت دلوقتي مش بحجمها كما يجب ان يكون. انا بقولها والله واقسم بالله، لا حرام. يعني انا شايف ان المفروض كل القنوات والاذاعه وبرامج بشكل كبير، يعني انا بتابع كل يوم اذاعه القران الكريم من الساعه كذا، برنامج الشيخ الشعراوي مع الامام، دي عندي بالنسبه حاجه مقدسه. انا ارجو ان احنا هي دي بقى، هو ده بقى. يعني طبعا الحمد لله ينقطع عمل ابن ادم بعد وفاته الا من ثلاث، فالحمد لله الثلاثه موجودين، بس العلم اللي ينتفع بيه بقى، احنا مهمتنا كلنا ان احنا نجاهد عشان ننشره. لان انا بقول لحضراتكم احنا في فتره من اللي احنا فيها، فترة فيها مشاكل كثيرة، وفي يعني حاجات عايزة تتوضح. هو الرجل لم يترك شيء. هذه اللي اتقال النهاردة ده، انا معلش انا مش شايف ان احنا بنتكلم حاجات تكتب
والناس تهرفة. يعني ليه انا اول مره اسمع حاجات كتيره من اللي انا سمعتها دي؟ لا طب لا ليه؟ في كرامات. اه في كرامات وتتقال للناس ومش عيب عشان الشباب يفهم والناس اللي قاعده بدات تروح يمينا او يسارا يعني ترجع تاني لمرجعتنا ان ادي رجل بينه وبين ربنا كان عمار وادي إيه. لا ارجو ان احنا الثروه الكبيره اللي تركها الشيخ مولانا الشيخ محمد بن طول الشعراوي الامانه تقتضي علينا كلنا كلهم في مجاله ان احنا نحاول ننشرها للناس كلها عشان الاجيال الموجوده والاجيال القادمه تعرف من هو الامام الشيخ محمد بن طول الشعراوي رحمه الله عليه ورضي الله عنه. شكرا. هنختم بغنوه النبي صلوا عليه اللهم صل عليه حبيبنا سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا مطلع علينا فوضنا الأمر إليك ومن بغى علينا لا نشكو إلا إليك يا عالم بكل علوم يا سامع دعاء المظلوم يا عالم بكل علوم يا سامع دعاء المظلوم لا تجعل في ليلتنا شاقيا ولا محروم صلى الله على محمد صلى الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ونقابل حضرة النبي وحضرة النبي طال البدر علينا من
وجب الشكر علينا للذي أفشى السلام أيها المبعوث فينا يا كريما من كرام جئت شرفت العوالم ها هنا مسك الختام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم